بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن دام على دام من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين لازلنا في خدمة إمامنا الهمام العابد الزاهد إمامنا الجواد المظلوم المسموم إمامنا الجواد محمد الجواد بن علي رضا عليهما أفضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك ولي الله السلام عليك حجة الله السلام عليك نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى آبائك السلام عليك وعلى أبنائك السلام عليك وعلى أوليائك أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه حتى أتاك اليقين أتيتك زارا عارفا إن شاء الله أتيتك زارا عارفا بحقك موال لأوليائك معاد لأعدائك فاشفع لي عند ربك طبعا ذكرنا بأن الإمام الجواد عليه السلام عاصر خليفتين من الخلفاء العباسيين طبعا السبع السنوات التي عاشها في حياة أبيه مرض عليه السلام منها كانت في عهد الأمير العباسي لكن بصورة رئيسية عاصر إمامنا الجواد عليه السلام خليفتين هما الأمين العباسي والمامون العباسي حقيقة السفت قبل هذه الحلقة بين الأمة شهدت اضطرابات سياسية كبيرة لم تهدأ إلا بعد أن قتل المامون بعد أن أقدم المامون على قتل أخيه الأمين ثم تصديه للخلافة يعني الظاهرة هي طبعا اعتبار باعتبار ان الخلافه لما عليهم افضل الصلاه والسلام. وهذا في الواقع حقيقه في الدليل واضح جدا على ان العباسيين لا يترددون بقتل اي شخصيه اذا كانت تقف في طريقهم. وطبعا من جمله الاحداث السياسيه الكبيره هذا طبعا حدث يعتبر حدث كبير جدا وكان له وقع على الامه الاسلاميه. والحدث الاخر انه في عهد المؤمن العباسي حدثت ثوره ابي السرايا حقيقه هناك توصيف لهذه الشخصيه ثوره ابي قام طبعا ضد ضد العباسيين كان يوصف بانه صاحب الخبره في الحياه وصاحب الحنكه ولذلك المامون العباسي كيف حل هذا الامر؟ باعتبار انه المامون العباسي استقبل الامام عليه السلام من المدينه الى خراسان طبعا هذا في الواقع الذي وقف هنا ان استخدام الامام رضا عليه السلام من المدينه الى خراسان باعتبار كان مركز خلافه هناك وفي بغداد للامين وفي خراسان للمامون العباسي كان نفيا للامام رضا عليه السلام ولم يكن هدف المامون انه يريد ان يستخدم الامام حتى يكرمه حتى يضعه بالموضع الذي يجب ان يوضع فيه ولكن الامام كيف يفوت عن المامون هذا الامر بحيث يظهر للناس بان هذا نفي وليس استخداما في سبيل تكريم الإمام الإمام أنه عندما خرج المدينة خرج لوحده ولم يعني يأخذ عائلته معه علم الناس من ذلك بأن الإمام لما خرج وحيدا علموا بأن هذا الأمر نفيا الإمام رضا عليه السلام من المدينة إلى خراسان وحقيقة هنا موقف يتعلق بالإمام الجواد عليه السلام أن الإمام رضا عليه السلام وقبل أن يتوجه بالركب ليغادر المدينة ذهب إلى مكة ثم بينما هو يطوف حول الكعبة حقيقة افتقد ولده الجواد ثم لما جاء وجده جالسا عند الكعبة المعظمة وهو يبكي فسأله عن ذلك فأخبر الإمام الجواد عن أنه بما مضون كما وجد عليه السلام كيف لا أبكي وأنا أعلم أنت ذاهب إلى العودة فاحتضنه الإمام رضا عليه السلام وقبله ثم أخذ يصبره على هذه الأمور والنواب التي ستقع عليه وهذا في الواقع حقيقة شكلت قضية الوداع نحن في الواقع في حياتنا الاعتيادية طبيعة التي نعيشها عندما نعاصر ناسا طيبين أصحاب أخلاق أصحاب فضائل يعز علينا أن نفارقهم فكيف بنفوس الكلية النفوس أقصد كلية النفوس التي انطوت على الرحمة الإلهية الحقة النفوس التي انطوت على الصدق النفوس التي انطوت على المواساة الحقيقية لآخرين النفوس التي تستشعر منها, منها المودة والرحمة للآخرين كيف تكون إنسانية تتجلى في عمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وكيف كان تعاملهم مع يعني أولادهم وكيف كان تعاملهم مع من يلوذ بهم قطعا لا يكون هذا أمر هين ويكون فراق صعب جداً ولذلك اخواني في سبيل يكون كلامي عن الامام جواد عليه السلام الامام شهد هذه الوقائع العظيمه على الامه الاسلاميه ولكن نجد ان الامام قد ظل يمارس دوره في بث الاحكام الشرعيه وبث العقائد الحقه التي في الواقع تجعل الامه على جاده الصواب ولا تحرفها عن طريق القويم طبعا المأمون العباسي قرب الإمام الجواد وعفوا بعدما قرب الإمام عبد عليه السلام في سبيل أن يخمد ثورة أبي السرايا وهذا في الواقع يشهد لي المأمون بذلك بأنه كانت حنكة حتى على مستوى التاريخ بحيث كانت ثورة أبي السرايا أخمدت بواسطة تقريب المأمون العباسي للإمام عليه السلام وإكرامه وأن يعرض عليه خلافة لكن الإمام رفض ذلك لكن المأمون أصر عليه بأن ولاية العدل لابد منها بهذا الأسلوب أخمد ثورة أبي السرايا والناس قالوا بانه ستولي الخلافه الى اصحاب الشرعين لكنه بعد ذلك قتل امام رضا عليه السلام ثم انه لجأ الى حقيقه الى امر اخر وهو ليس بالامر الهين وانما هو امر كبير جدا كان يهدف من خلاله الى ان تستمر الخلافه التي قد آلت اليه بعد مقتل اخيه الامين العباسي واقصد به المامون العباسي وهو تزويج الامام الجواد عليه السلام من بنته ام الفضل طبعا هذا في الواقع التزويج كان من وراء اهداف كان يريد ان يصل اليها الإمام العباسي في سبيل ان يثبت الخلافه ولتطول مدتها له وهذا في الواقع كان معاله ان الامام الجواد عليه السلام يتعرض من هذه المراه الى في الواقع القتل والى ان تقدم على قتل الامام سلام الله عليه في نهايه أمرها معه سلام الله عليه ولذلك إخواني بإذن الله تعالى إن شاء الله في الحلقات القادمة سنقف على ما قام به الإمام الجواد عليه السلام وكيف تعامل مع الظروف التي أحاطت به وكيف تعامل مع هذه المرة التي في الواقع اتصفت بالغيرة الكبيرة حتى أنها اتصفت بين الناس بالغيرة غير معهودة في النساء وبالنتيجة آلت إلى أنه تزق إمامنا سلام الله عليه بهذه الطريقة البشعة وتقتل إمامنا سلام الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه ولا زال نحن في خدمة إمام الجواد عليه السلام نسأله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رجب الأصب أن يرزقنا زيارة إمامنا الجواد عليه السلام ويرزقنا شفاعته في الآخرة أنه نعم المولى ونعم المجيب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد